بعدوننا عن كل اللي واقفين، تطلع فصيلة دم منا الوحيدة هي اللي تنفع تديلك يا ابن المحظوظة. المصيبة لا تكون الأنبوبة دي رايح جاي والبس نقطة زفرة من دمك المليان بلاوي. أنا بكده اطمنت على روحي عشان خدت من دمك سر الخلطة يا فندينا. خلطة؟ خلطتك إنك لزقت فيا ولبست الطلقة بدالي يا خفيف. أفندينا خرج يا رجالة! منك مرضتش تسجد معانا لربنا يا واطي. يعني كانت سجدت منتخب مصر يا خي. يعني يفلت منكم في السجن وبره كمان العيار ما يسيبش والطلعه تحود؟ الله، ده انا بعلي فيكم سنين عشان اليوم ده، مش عشان تقفوا قصادي وشكوا في الارض وقفى كل واحد فيكم يعمر فرن عيش بحاله. ما يا معلم هو اللي اخرس يا ياد اخرس. انت فاكرك راجل بيت ثابته وعصار؟ طلعت مرة بيد طرية وعين زيغة. اتفوكس عليك راجل. ما هو العيل من دول لما رصاصته تخيب ما يستاهلش يعيش ثانية واحدة يا حد. انت يا ابني على طول متسرع كده، ما ينفعش تضرب على رجالتك، ما ينفعش. تعال تعال قدام، امشي امشي. ودم الشهيد ما يطلع عليه شمس تانية يا حاج. اه خليك انت بعيد يا ابني، سيبهولنا احنا يا كبير وهتشوف. لا بتتلهوا اتلهوا يا اخويا، ده كان في ايديكوا. ساكن على شجره في عز الدهر، ما عرفتوش تصطادوه. دلوقتي عجبوه بعد ما رجع عيش واتكن بجحره. ده سمك ونطف في الميه وابشيته ما بقتش سهلة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ هي عشان خيبت مرة نقوم نسيبه؟ يا ابني يا ابني يا ابن المعروف، قلت لك 100 مرة خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد، ده لما اخويا وفرقت العم كله. وانا المعلم وكلمتي على رقبي الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو مقطع فيها كده. وحياه امه ليكون مصفي دمه نقطة نقطة ودم خلب وسلة عشان يعرف مين براء النوح، يعرف مين انا عباد الروح. استنى، خد 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 براء. ولا براء انت، انا وانت هتقف تتفرج عليا ورايا اخويا ريكاني وباصي الدنيا ورايا بسرعه. عفو اجري عفو دخل في عار. عبد الله سلامه خميس. الله يسلمك الله يسلمك. فكرني؟ حد ينسى وش اول واحد لبسه شبكه في ايده يا سعادة البيه؟ بس يعني الشعر ابيضه والترعيه غيرت وشك شويه. الحمد لله المره دي جت سليمه. انت جاي تطمن عليا ولا ايه يا باشا؟ وليه ما تقولش ان انا جاي احميك؟ الرصاصة انضربت خلاص. أكيد أنت عارف مين اللي ضربها. وافرض. بص يا خميس، أنت لسه خارج طازة، وقبل ما تشم أول نفس ليك كانت مستنياك أول رصاصة.
بيني وبينك بقى ما احناش عارفين ايه اللي مستنيك تاني. بص يا خميس، انا مش عاوزك تساعدني، عاوزك تساعد نفسك. لابس توب جديد مش مقاسك يا باشا، مع انك قديم وحافظ قانون اللعبة صم. افهم من كده انك مش هتقول حاجة. انا دخلت السجن ظلم بس عشان واحد خان عهدي، واللي تاج الظلم ما طفحوش لغيره يا سعادة البيه، وموتة بكرامة أشرف بكثير من عيشة رخيصة. نقول سلام ولا لسه في كلام؟ يا عيني عليك يا بدران يا أخويا، محتاج الراحة والهدوء. بص يا خميس، الوقت بقى غير الوقت، والدنيا بقت غير الدنيا اللي انت سبتها، وبتوع الموت بكرامة اللي زيك خلصوا، وحبايبنا اللي عايشين برخيص مفيش أكتر منهم. يتوب علينا ربنا. عايز حاجة يا بدران يا أخويا؟ قول لي يا خميس، وناوي على ايه بقى ان شاء الله؟ هو انا ورايا غيره؟ على المزاج طبعا. اقسم بالله العلي العظيم يا خميس، لو وقعت في ايدي تاني ما هتفلت من حبل المشنقة حتى ولو بالطبل البلدي. ايه يا بيه؟ ايه يا بيه؟ دماغك راحت لفين؟ انا اقصد المعسل. هو المعسل دلوك ما بيوصل لحد المشنقة؟ ده المزاج الخير. بقول لك يا خميس، انت عارف كويس قوي ان انا ممكن البسك قضيه وارجعك السجن تاني، وبحاجه تافهه قوي، شويه السلاح اللي بره دول اللي من غير ترخيص. ايدك بقت تقيله قوي يا بيه بعد التربيه. مش بقول لك لابس توب مش مقاسك، دي حاجه تفوت خميس افندينا برضه. السلاح كله مرخص يا بيه للدفاع. وايد بايد يا سعاده البيه في الايام الصعبه دي. اقعد نضيفوك. شربوا حاجه يا اولاد، كله كوز يا جمعه.